يعني اليوم المدرب بالماضي واكد ان المنتخب الجزائري لا تعنيه هذه البطوله، او بالتحديد ليس مرشحا للفوز بهذه البطوله، بل رشح المنتخب التونسي للفوز. ممكن مناوره، ممكن مش يحب ينحي الضغط على منتخب الخضر. خلينا نشوف حمزه الحناشي في الجزائر كيف يرى الامور. اهلا وسهلا بك حمزه ومرحبا، كيف هي الاجواء وتحضيرات منتخب الخضر لهذه البطوله؟ مساء الخير عادل، مساء الخير ليك وكل ضيوفك الكرام ولكل مشاهدين قناة الحوار التونسي. إذا المنتخب الجزائري عادل سيكون بداية من سهرة الغد الاثنين على موعد مع دخول المنافسة الإفريقية بمواجهة الأنغولي في المجموعة الرابعة بملعب سلام بمدينة بواكي الإيفوارية، وهي المدينة التي وصلها أشبال المدرب الماضي منذ أكثر من 72 ساعة في عبر رحلة خاصة من الطوغو، أين خاض المنتخب تربص مغلق لمدة أسبوع تخللته مباراتين وديتين أمام كل من الطوغو والبوروندي. المنتخب الوطني عادل سيقيم في نزل خاص، قررت يعني الجامعة الجزائرية تدعيم هذا النزل ماديا ليكون جاهزا لاحتضان فترة إقامة المنتخب الوطني، ولن يقيم المنتخب عادل في القرية الإفريقية، وهذا بطلب من الناخب الوطني جبل الماضي. سيكون هذا عامل مهم لأشبال المدرب للتركيز جيدا ودخول غمار هذه المنافسة بقوة التي سيلعب المنتخب الجزائري في المجموعة الرابعة رفقة كل من أنغولا وموريتانيا إضافة إلى أنغولا. جمال بالماضي تصريح يعني مثير، قال الجزائر مش تلعب على البطولة. نعم عدل، المدرب جمال بالماضي كان قد صرح أن المنتخب الجزائري لن يكون مرشحا باعتباره أقصي في الدور الأول في الدورة الفارطة، لكن الجماهير الجزائرية تعلق آمال جد جد كبيرة عادل على المنتخب الوطني للوصول لملا إلى النهائي والعودة بالتاج الإفريقي لثالث مرة بعد كأس 1990 وكأس 2019 بمصر. يعطيك الصحة حمزة، شكرا لك. شكرا عادل، وإلى اللقاء في مداخلات أخرى. شكرا مرة أخرى حمزة الحناشي.